المركز الخامس. المركز الخامس ياتي هملول سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بن ضبيعه لقتبي. وعلى المركز السادس براك سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسيف بن احمد بن خريده لنيبي في تضميره لهذه الانطلاقات والتحديات المتميزه. سابع مراكزنا ياتي زعفران سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري في تضميره هنا. وعلى المركز الثامن شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم وعبد الله بن علي ابو نواس من يتابع. وتاسع مراكزنا ياتي متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي في التضميره. وعلى المركز العاشر سمران في هذه الانطلاقات والتحديات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين في المتابعة والتضمير من يأتي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى هنا في هذه التحديات والإثارة. إذن عشرة مراكز، عشرة انطلاقات وأسامي، وخلف العشرة المراكز أيضا أسامي تتواجد هنا أيضا نترقبها ونترقب وصولها في هذا الانطلاق المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وثلاثية العاصفة بثلاثة شواهين ينطلق على المقدمة. شاهين 1 و 3 هنا على الصدارة على المقدمة بقيادة مضمر متميز مبدع بأدائه الجميل غياث الهلالي على المراكز الثلاثة الأولى. أما على المركز الرابع والقدوم على رابع المراكز من الجانب الآخر هنا الوصول في هذه اللحظات على المركز الرابع من قبل شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن علي أبو نواس. وعلى المركز الخامس زعفران يأتينا على المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وعلى المركز السادس هملول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم قيادة عبيد بن محمد بن ضبيعة لقتبي. وبراق من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يأتي سابعا بقيادة سيف بن أحمد بن خريدة. أما على المركز الثامن أرى التسلل من متعب على المركز الثامن في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي في تضميرة. تاسع المراكز ياتي بديع على المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع سعيد بن سالم لنيبي في التضمير. وعلى المركز العاشر والمنطلق سمران على المركز العاشر في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الامين في المتابعه والتضمير. هذه هي الاسماء المنطلقه الاسماء القادمه في التحديات وفي الاثاره في هذا الانطلاق المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الجوف في هذه التحديات والإثارة مشاهدينا الكرام. وهناك شاهين المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، يليه شاهين الآخر من الجانب الآخر أيضا في المركز الثاني وهجن العاصفة وغياث الهلالي. أرى التسلل من زعفران، هنا ينطلق ويتسلل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في تضميره. وعلى المركز الرابع ياتي متعب على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ويضمره هنا ايضا المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي. وصل الطليلي يتسلل من مركز الى مركز. ما ذعناه في المراكز العشرة الاولى، ها هو يتسلل الى المركز الخامس. الطليلي لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتحدي سالم بن سعيد بن منانة لقتبي من يتابع
متابعة هنا خامسا. المركز السادس براق في المركز السادس مشرق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أيضا من السيد هناك سيف بن أحمد بن خريدة، من ينطلق على سادس المراكز شاهين في المركز السابع من هجنة العاصفة وغياث الهلالي، وفي المركز الثامن شاهين في المركز الثامن هنا بهذه الانطلاقات الجميلة. شاهين هنا المنطلق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يأتي هنا أيضا عبد الله بن علي أبو نواس. أما المركز التاسع، المركز التاسع ياتي سمران على المركز التاسع سمو الشيخ محمد بن زياد بن سيف بن محمد ال نهيان الصادق فضل الامين في تضميره، والمركز العاشر ارسال سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي في تضميره. هذه هي النتيجه، ها هي التحديات، ها هي الاثاره. حزام الغابات هنا في ايضا يمين المضمرين ويمين المضمار، نتابع هنا في سيرتنا والثلاثة كيلومترات أمام الجميع هنا بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة. نتابع مشاهدينا الكرام صدارة هذا الشوط، نتابع شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي المنطلق على الصدارة وعلى المقدمة. الطليلي في المركز الثاني هنا اسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المتحدي سالم بن سعيد بن ملالة لكتبي في التضمير من على المركز الثاني. والمركز الثالث متعب على المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سهيل بن مبارك بن مرخان نكتبي في التضمير، وياتي زعفران. وصل هنا وصل شاهين العاصفة ايضا يتسلل هنا بقيادة غياث الهلالي من مركز الى مركز، الوصول من زعفران المتحدي هنا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع في التضمير هنا. والانطلاقة ايضا سعيد بن عبيد الحميري المنطلق على المركز هنا ايضا الخامس وسادس مراكزنا، المركز السادس. هذه الانطلاقات والتحديات والإثارة الجميلة هنا، يأتي بهذه اللحظات براق أيضا يتواجد لسمو الشيخ مكتوم، لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سيف بن أحمد بن خريدة، ينطلق على سادس المراكز. المركز السابع شاهين من هجن العاصفة بقيادة هناك المضمر هنا أيضا غياث الهلالي، وشاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا عبد الله بن علي بن واس على المركز الثامن والتاسع. المراكز سمران سمو الشيخ هناك ايضا انهيان سمو الشيخ محمد بن زياد بن سيف بن محمد ال انهيان مع المضمر الصادق فضل الامين. ها هي المراكز هنا المتواجده، المراكز هنا من تاتينا على المراكز الاولى 2 كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. استريت لاين إلى المنصة الرئيسية، إلى الفوز، إلى الناموس، وهنا صدارة، هنا المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. لا زال شاهين هو المسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات والإثارة. مشاهدينا الكرام هناك الطليلي على المركز الثاني، الطليلي من ينطلق على ثاني المراكز هنا لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع سالم بن سعيد بن منانه في هذه التحديات والاثاره المتميزه. اذا ها هي الانطلاقات، ها هي التحديات، ها هي الاثاره. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتابع ثالث المراكز، ياتينا هنا على ثالثي المراكز شاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي أيضا في المتابعة هنا على أرضية هذا الميدان. وهناك متعب لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم والسيد بن مبارك بن مرخان، خامسا زعفران في المركز الخامس، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. يا سلام، خماسية ماسية جميلة تنطلق هنا على أرضية هذا الميدان.
مليون يا سلام. الله الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير. الله الله، التحدي بدأ، الإثارة هناك من المتحدي. أطلق عنان الطليلي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. هنا ينطلق الطليلي في هذا الأداء بهذا الشعار المميز يا ما صال وجال. هناك على ظهر الشادن وعلى ظهر العديد هو العديد، وها هو هنا يعود لأمجاده المتميزة. المركز الثاني لشاهين العاصفة، شاهين العاصفة هنا يتواجد هذا الانطلاق. وغياث الهلالي أيضا يأتينا هنا بجديده بالانطلاقات والتحديات. متعب على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، السهيل بن مبارك بن مرهان في تضميره. وعلى المركز الرابع زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري. ولكن التحدي نعود إلى المتحدي هو إلى غياث الهلالي. السلام هنا في هذه الانطلاقات والتحديات. الجميل يسلم 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 الطليلي وشاهين، شاهين والطليلي في هذا الأداء المميز الجميل. السلام اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. الطليلي يتسلل على الصدارة، يتسلل على المقدمة، على المركز الأول. تهانينا تهانينا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. شكرا بو أحمد المتحدي سالم بن سعيد بن منانة على هذا الفوز. المركز الثاني شاهين بن هجن العاصفة، المركز الثالث متعب لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. المركز الرابع وصل زعفران في المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. شاهين في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. من أتى على المركز الخامس. ونعود إلى التوقيت الزمني هنا ولحظة وصول الطليلي إلى الفوز وإلى الناموس. هذه الأمسية الجميلة التي نتابعها هنا على أرضية هذا الميدان. ها هو الطليلي ولحظة وصوله إلى خط النهاية ب 13 دقيقة 25 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية. توقيت الزمني تهانينا وناموس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا لسالم بن سعيد بن منانة. بينما المركز الثاني أتانا شاهين من هجن العاصفة ب 13 دقيقة 25 ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية هو توقيت الزمني. المركز الثالث كان هناك متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم مع السيل بن مبارك بن مرخان. 13 دقيقة 28 ثانية، تسعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. تواصل يستمر مشاهدينا الكرام في انطلاقات هذا المساء باستمرارية أشواطنا الخاصة بسن الكبار في سن الثنايا، حيث تنطلق في هذه اللحظات ثاني الدفعات هذا المساء وثاني الجولات، وهي الجولة الخاصة مع البداية بالأبكار.